مشاهدينا الكرام، لمزيد من التفاصيل عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة ينضم إلينا من رام الله نهاد أبو غوش، الباحث في الشؤون الإسرائيلية والكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك معنا وصباح الخير على حضرتك مرة أخرى. يعني سأبدأ معك بما يحدث على الساحة بشكل عام، يعني بعد كل هذا لماذا ترفض إسرائيل التوصل إلى اتفاق لوقف النار حتى الآن؟ صباح الخير وتحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. فعلا إسرائيل تتملص من أي اتفاق لوقف الحرب باختصار لأنها لم تحقق أهداف الحرب. في بداية هذه الحرب أعلن نتنياهو 3 أهداف رئيسية، هي القضاء على حماس وعلى المقاومة واستعادة الأسرى ووقف أي تهديد يمثله قطاع غزة بالنسبة لإسرائيل، ولا أي هدف من هذه الأهداف تحقق. هذا لا يعني أن إسرائيل لم تحقق أشياء أخرى، هي بالفعل يعني حولت قطاع غزة إلى جحيم وقتلت أكثر من 37,000 شهيد وفق الإحصائيات الرسمية، يمكن أن نضيف لهم 10,000 شهيد غالبا يكون من بين هؤلاء الشهداء ومن بين الضحايا بشكل عام 70% على الأقل منهم نساء وأطفال، أي أن هناك أكثر من 15,000 طفل استشهدوا خلال هذه الحرب، وهم طبعا لم يكونوا ولا يمكن أن يكونوا جزءا من عمليات القتال، ولا يمكن أن يكون هذا العدد الكبير جدا هي أخطاء متفرقة هنا وهناك، بل من الواضح تماما، وأنا أعود إلى بعض التصريحات التي انطلقت في بداية الحرب، هذه كانت بحد ذاتها أهدافا معلنة ومرسومة ومخططة للحرب. قتل أكبر عدد من المدنيين كان هدفا للحرب، وهذا منشور في الصحافة العبرية. تحويل قطاع غزة إلى حالة كارثية مأساوية، أيضا هذا هدف للحرب. تحويل قطاع غزة إلى حالة من الدمار الشامل والجحيم الكامل أيضا كان من أهداف الحرب، وساهم في ذلك ليس فقط القصف البحري والجوي والبري، إنما أيضا العقوبات الشاملة التي فرضت على مليونين. الأسلحة المحرمة دوليا أيضا تستخدم فيما يتعلق بالنقطة اللي حضرتك ذكرتها الآن، يعني أنا الجيش الإسرائيلي يتعمد أن يستخدم سلاح التجويع أو الحرب ضد الأطفال والمدنيين. فيما يتعلق بخطوة الأمم المتحدة وإدراج إسرائيل ضمن القائمة العالمية لقتل الأطفال بصور الأطفال المنتشرة، إلى أي مدى ربما تكون هذه ورقة ضاغطة أو ربما فتح لجيش الاحتلال أمام العالم؟ هي دون أدنى شك هي خطوة مهمة، ربما تأخرت كثيرا عن وقتها الضروري، لأن هذه الجرائم قائمة منذ سنوات طويلة. في هذه 6 حرب تشن على قطاع غزة، وهناك حرب مستمرة في الضفة، كثير من ضحاياها من الأطفال، يعني لدينا في الضفة 530 شهيدا خلال فترة الحرب فقط، حوالي 20% منهم من الأطفال، أي دون 18 من العمر، وبعضهم رضع وبعضهم يعني أطفال دون سن الدراسة، وكثير منهم يعني استشهدوا وهم في طريقهم إلى المدرسة أو في بيوتهم. بالتأكيد هذا قرار مهم جدا، هذا يضاف إلى سلسلة القرارات الدولية المهمة الأخرى، مثل قرار المدعي العام للجنائية الدولية بطلب توجيه مذكرات اعتقال لنتنياهو وجلن، قرار محكمة العدل الدولية، الاعترافات المتتالية بدولة فلسطين، أيضا الموجة العارمة من التظالم مع فلسطين. هذا واضح، كله كل هذه الأحداث تؤذن ببداية عصر جديد، أن إسرائيل لم تعد دولة قادرة أن تكون فوق القانون، ولا يمكنها الإفلات من العقاب في كل مرة. ربما كان من الصعب توثيق وتثبيت بعض الجرائم المنسوبة لإسرائيل بالسنوات الماضية، الآن هذه الجرائم التي ترتكب يوميا توثق بالصوت والصورة والبث الحي والمباشر، وثمة منظمات أممية غير فلسطينية تعمل في قطاع غزة وتوثق هذه الجرائم. قرار الأمين العام للأمم المتحدة لم يأتي من الفراغ، بل جاء نتيجة تراكم سلسلة من التقارير التي قدمتها منظمات محايدة تماما، بعضها تابع للأمم المتحدة، بعضها منظمات حقوق إنسان مستقلة، وبعضها حتى منظمات إسرائيلية مثل منظمة بيت سالم، ومنظمات أمريكية مثل هيومان رايتس ووتش، كلها وثقت هذه الجرائم وهناك أدلة تفصيلية عليها. وبالتالي بلا شك أن هذا القرار إدراج إسرائيل ضمن قائمة العار سيستدرج تبعات قانونية وملاحقات قضائية ومزيد من العزلة والعقوبات، حتى يمكن أن تفرض على إسرائيل بما فيها منع يعني تصدير الأسلحة لها، وأكيد هذا سيستدرج أيضا قيودا على الاستثمار والتبادل التجاري والسياحة،
والاتفاقيات الثنائية، وبالتالي إسرائيل يمكن أن تبدأ هذا العصر الجديد لها بأن تدفع ثمن جرائمها، لا أن تبقى تتمتع بحصانة الدولة التي تفلت بلا عقاب في كل مرة بفعل الحماية الأمريكية. وأذكر هنا بما قاله غوتيريش في شهر مارس الماضي، نحن الآن في شهر يونيو، في مارس قال خلال 4 شهور من الحرب على غزة سقط من القتل الأطفال أكثر مما سقط خلال 4 سنوات في كل حروب العالم. نعم. في أوكرانيا، في الحروب في أفريقيا، في أفغانستان، في التمردات والصراعات بين بعض الحكومات والانفصاليين، في الأزمات المحتدمة في عدد من دول أفريقيا، كل عدد الضحايا خلال 4 سنوات لم يساوي ما قتل من قتلوا من الفلسطينيين الأطفال خلال 4 شهور فقط. ولا شك أن العدد زاد كثيرا، وهذا يؤكد أن هذا بحد ذاته هدف وليس مجرد أخطاء جانبية لهذه الحرب. إذن يعني سيد نهاد، مع إدراك إسرائيل ضمن القائمة السوداء أو قائمة العار، نتنياهو من المقرر أن يلقي خطابا أمام الكونغرس الأمريكي في 24 يوليو المقبل. إذن في رأيك ما هي أبرز الملفات التي سيركز عليها نتنياهو في هذا الخطاب؟ طبعا نتنياهو يهم الدعم الأمريكي من الحزبين الرئيسيين، وهذه مسألة معقدة. ربما نعرف أن الرأي العام الشبابي والقاعدي والطلابي في الولايات المتحدة ليس مع إسرائيل، بل بالعكس مع فلسطين كما جرى وكما تابعنا الثورات في 220 جامعة أمريكية على الأقل. لكن مراكز القرار بالغالب هي تطبع لاحتكارات وجهات تمولها وجهات تتبرع لها، ما يسمى الكارتلات أو الاحتكارات صناعة السلاح والنفط والإعلام هي التي تهيمن على القرار، وهؤلاء هم الذين دعوا نتنياهو خاصة من الحزب الجمهوري. وأذكر هنا في جلسات استماع قبل حوالي شهر سمعنا نوابا في الحزب الجمهوري، احدهم اسمه لينسي جراهام، الذي طالب بالقاء قنابل نوويه على قطاع غزه. وبالتالي في الكونغرس وفي الولايات المتحده ثمه من هو صهيوني ومتطرف اكثر من نتنياهو. بالتالي نتنياهو يذهب الى هناك ليخاطب جمهورا مواليا له. صحيح ان ثمه معارضه تحديدا ما يسمى الجناح التقدمي او الجناح، ما هذه نقطه لافته، يعني البعض ايضا يرى ان هذا الخطاب ان تم سيزيد من حاله الانقسام في الداخل الامريكي. صحيح. اعتقد ان اداره الرئيس بايدن ليست مسروره ولا مرتاحه لهذه الزياره التي تاتي في اوج حمله انتخابيه، وسبق لنتنياهو ان خاطب الكونغرس الامريكي من وراء ظهر اداره اوباما في ذلك الوقت. نفس الشيء يتكرر الان، لكن هذه المره ليست من وراء ظهر الإدارة، هناك تعاون بين الحزبين الديمقراطي والجمهورية على دعوة نتنياهو. نتنياهو سيكرس هذه الزيارة لتفسير شرعية الحرب كما يدعي التي يخوضها ضد الشعب الفلسطيني، والادعاء أنها تأتي كحق الدفاع عن النفس. طبعا هذا الأمر ربما يعني له يعني أجواءه المواتية في الولايات المتحدة تحديدا لدى الأوساط القيادية في المؤسسات القيادية الأمريكية، لكن على المستوى الشعبي والطلابي والشبابي بالتأكيد هذا ليس له أي رصيد. كما نرى ليس فقط في أمريكا بل في كل دول الغرب هناك موجة عارمة من التضامن مع فلسطين تعكس نفسها في المظاهرات اليومية، في الدعوات لمقاطعة إسرائيل ومعاقبتها، وأيضا في سلسلة الاعترافات المتتالية من قبل دول مهمة في أوروبا، حتى الآن 4 دول. وهناك أيضا الحبل على الجرار كما يقولون، يمكن أن تنضم عدد من الدول الأخرى ويمكن أن تشتد دائرة العقوبات على إسرائيل. نعم. وهنا سأسألك سيد نهاد، يعني هل الحراك الشعبي العالمي الداعم للقضية الفلسطينية، يعني هل قد يدفع الحكومات الأوروبية بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب أم لا؟ بكل تأكيد هذا يؤثر. يعني قضية غزة وجرائم الإبادة في غزة لم تعد مجرد قضية محلية. إسرائيل حاولت الاستفراد بالشعب الفلسطيني، الاستفراد في غزة، وكأن العالم لا يأبه بذلك. هي اعتادت على أن تقوم بغارات وعمليات عسكرية محدودة ثم ينتهي مفعولها بعد أسبوع أو بعد أسبوعين. هذه المرة الجرائم تنتشر في كل أرجاء العالم، والإعلام الجديد بات يعني يرصد كل شيء في وقته، وبالتالي لم يعد العالم لا مباليا يعني تجاه ما يجري، لأن هذا تبس الضمير الإنساني. ولذلك من المتوقع أن يعني يترتب على هذه الموجة العارمة تغيرات حتى في اتجاه مواقف النظام الدولي الجديد، الاصطفافات.
للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة نرى قضية خارجية مثل قضية غزة تؤثر على الانتخابات الأمريكية. كما نعلم أن هناك جزء مهم من قاعدة الحزب الديمقراطي لن ينتخب بايدن. صحيح أن قضية فيتنام أثرت، لكن فيتنام كانت الولايات المتحدة مشاركة في الحرب. الآن قضية خارجية تؤثر على الانتخابات الداخلية، وسوف تؤثر حتما على الاصطفافات السياسية والانتخابات في بريطانيا التي يفترض أن تجري في شهر أغسطس المقبل، وهذا يمكن أن يؤثر حتى على منظومة الاتحاد الأوروبي واتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية. وبالتالي قضية غزة باتت فعلا تؤثر على ضمير كل إنسان في هذا العالم. نعم، سيد نهاد أبو غوش الباحث في الشؤون الإسرائيلية والكاتب والمحلل السياسي، أشكرك شكرا جزيلا. شكرا لكم. معنا من رام الله. شكرا لك.